يا حبايب قلبي، معاكم يوميات شيري في المطبخ والبيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا للشعر. الشامبو بتاعنا، أي نوع شامبو عندك هتستعمليه، ده مش ده يعني أي نوع انت بترتاحي له. هنحط معاه قرنفل هنطحنه في الكبة، وعندنا دوت شريط فوليك أسيد برضو هنطحنه، ماشي. ومعانا زيت خروع، زيت خروع بالشكل ده بتجيبيه من عند العطار. ومعانا بذر الكتان، ده حلو جدا للشعر، مفيد جدا جدا للشعر. هنغليه مع ميه على النار لحد ما يتجانس مع بعضه، وهنشوف هنعمل ايه الخطوات مع بعض. الوصفه دي جميله جدا جدا لو شعرك فيه اي مشاكل او بيقع او في قشره او في اي حاجه، هتلاقي شعرك بقى حاجه تانية خالص خالص، وهتدعي لي. وصفه جميله جدا جدا جدا، وتابعوا معايا الفيديو يا حبايب. جبت ورقة كلينكس زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها الشريط الفوليك اسيد، وبعد كده هبتدي ادقها بايدي الهون لحد ما تبقى بودر خالص زي ما احنا شايفين كده. هخلص الطحن بتاعها واوريها لكم عامله ازاي. يا حبايب قلبي طحنتها زي ما انتم شايفين، بصوا بقت بودر ازاي اهو. خلاص ده هركنه على جنب. بعد كده هجيب القرنفل بتاعي برضو هطحنه لحد ما يبقى باودر برضو، هنشوف عامل ازاي. طيب قلبي طحنت القرنفل، بص بقى تحفه ازاي. وده القرنفل ده مهم جدا جدا، بيعالج فراغات الشعر. لو عندك فراغ في شعرك او شعرك بيتساقط جامد جدا، القرنفل ده تحفه تحفه، بيمنع تساقط الشعر وبيغذي الفراغات وبيخليها تتملي، ما يبقاش في فراغات في شعرك خالص خالص. بالنسبه طبعا للفوليك اسيد ده مهم جدا، ان ده حديد فطبعا مهم جدا لبرده فروه الشعر، بيغذي فروه الشعر كويس جدا. بعد كده بقى معانا بذر الكتان دوت، هغليه على النار بميه، هيديني خليط متجانس. بعد كده اما نشوف اما يخلص من يعني اما اغليه على النار بميه هنشوف هنعمل ايه بعد كده. اهو يا حبايبي ده بذر الكتان اهو، حطيته على النار. بصوا اداني خليط لزج، ده مفيد جدا جدا للشعر، ده كرياتين للشعر تحفه جدا اهو. لو عندك اي مشكله في الشعر بيعالج الشعر جميل، لو عندك فراغات، لو شعرك بيقع، لو اي حاجه بتعاني منها بجد تحفه جدا 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 جدا. هصفيه بقى لما يبرد شويه، هصفيه وهنشوف شكله عامل ازاي. بيشوفوا شكله بقى عامل ازاي، بصوا بصوا كرياتين خالص، بصوا ماده لزجه بس تحفه جدا، مفيد جدا للشعر، بيغذي الشعر حلو قوي. يعني بصوا الاضافات اللي انا ضايفاها للشامبو دي بجد يعني حاجات طبيعيه وجميله، وهتفرق جامد قوي 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 لما تستعمليها، هيبقى حلو قوي. هنضيف بقى بعد كده كمان عندنا زيت الخروع اهو، هضيف معلقه برضو كبيره من زيت الخروع اهي. يبقى انا عندي دلوقتي فوليك اسيد اهو، ده شريط فوليك اسيد ماشي، ده شريط وقرنفل مطحون وزيت بذر الكتان وزيت خروع زي ما احنا شايفين معلقه. كل ده بقى هضيفه على الشامبو. شامبو اي نوع شامبو عندك انت بتحبيه، مفيش شامبو معين. هضيف الكميه دي كلها يعني نص الازازه اهي، هضيفها هضيف المكونات دي كلها مع بعضها ونشوف عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده ماشي، هقلب كويس. بصوا بقى الغذاء اللي هتضيفيه لشعرك، بصوا تحفه بجد تحفه تحفه تحفه. هضيف زيت الخردل، زيت الخروع قصدي، الخردل برضو حلو جدا للشعر مفيد. بعد كده زيت الخروع، بعد كده هضيف القرنفل. القرنفل ده يا جماعه هيدوب مع الشامبو، مش هيلاقي خالص. وهضيف فوليك اسيد المطحون شريط اهو ماشي، واقلب كويس قوي المكونات لبعض عشان تمتزج مع بعضها زي ما احنا شايفين كده اهو.
الحاجات دي طبعا اي حاجه فيها تكتلات او كده دي بتدوب مع الشامبو، هتدوب خالص خالص مش هتحسي بيها خالص اهي، مع شطف الشعر كمان مش هتحسي بيها. بعد كده بقى اي عبوه عندك، عبوه شامبو تكون كبيره شويه زي دي مثلا فاضيه، وهتضيفي المكون بتاعك اهو زي ما احنا شايفين، الكمية اهي. بعد كده قبل الاستعمال بترجيه كويس جدا 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 اهي، ولما تخلصي الكمية دي تعملي غيرها. لو عايزة تضاعفي لو عايزة تكتري الكمية بتضاعفي المكونات، بتستعمليها مرتين في الاسبوع هتلاقي شعرك فرق جامد. لو شعرك بيقع مش هيقع خالص بعد الوصفة دي خالص، وهيطول، ولو في اي فراغات في شعرك هتروح، ولو في اي مشاكل في شعرك هتتعالج تحفة جدا 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 بجد. الشامبو يا جماعه لوحده طبعا في كيماويات، في حاجات مضره، فلازم تضيفي له حاجات طبيعيه زي اللي احنا ضفناها دلوقتي علشان شعرك يبقى افضل واحسن، وهتتبسطي جدا جدا بجد بالوصفه الرهيبه دي. جربيها مش هتخسري وهتدعي لي. وما تنسوش بقى لو عجبك الفيديو لايك لايك كتير كتير كتير، واشتراك في القناه لو اول مره تشتركي، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومشكرة جدا جدا على تعليقاتكم الجميلة، ومشكرة جدا جدا على كومنتات الجميلة، وباي باي.